اخواتاتي اليوم نديركم حلوه بسيطه واقتصاديه هايله، ني بيض ني والو، فيها غير الزيت والماء، يعيطوا لها حلوه الماء. نبداو على بركه الله وجربوها وهايله، فيها كاس زيت وفيها كاس ماء وفيها مغرفه تاع سكر غلاس وفيها شويه لاستيسي قلت لكم عليه، قشور البرتقال مع القارص خادمينو، فيها مغرفه لافاني وقرصه تاع ملح. من بعد نخلطو كامل ونوريكم في العجينه. شوفوا خواتاتي ها هي، بعد درنا العجينه ما فيها بيض ما فيها ليفير نوارا لا ليفير شيميك لي والو. من بعد ناخذو هكذا هكذا مول طابع، شوفوا دوائم ناخذو هكا نوريكم، شوفوا ناخذو دوائر. بعد واش نديرو لهم؟ نديرو لهم قليل من المعجون هكا برك خوتاتي، هي كونفيتير بالفرنسي، لازم هكذا ونحطو. شوفو خوتاتي نكملوهم بهذه الطريقة، هاكا دير غير قليل من المعجون فيهم، نقفلوهم هكذا شغل نص هلال صغير، ناخذو فرشيطة نديروهم هكا هكذا كي شغل لي شوسون مالحين بصح هما، هذا كاطو شغل بالمعجون، ونحطوهم في البابي كويسون يطيبو على نار متوسطة، وبعدين نوريهمكم في صحن التقديم. شوفو خواتاتي ها هم طابونا، ودوكا نزينوهم بالسكر الناعم هو لي سكر كلاص، شوف دوك نوريهولكم في الصحن. ها شوفو خواتاتي شوفو جات شوفو طرية، شوف نفتح لكم واحدة شوفو المعجون كيفاه من الداخل فيها، شوفو وبصحتكم وبصحتي، وما تنساش تفعلوا الجرس لايك تفعلوا الجرس وان شاء الله تكبر العائلة مع بعضنا بعض، ان شاء الله نكبروها ان شاء الله، وبصحتكم ان شاء الله تجوزوا بها قهوة وبسلامة.